أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم تصعيد ضرباته على غزة، وذلك استعدادا للعملية البرية المزمعة، حيث تحشد إسرائيل عشرات الآلاف من الجنود ومئات الدبابات على طول الحدود مع غزة تمهيدا للغزو البري المتوقع. وقد حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين من البقاء في شمال غزة، مؤكدا أن الغارات سيتم تكثيفها اعتبارا من الليلة، مطالبا أهالي مدينة غزة بالإخلاء إلى جنوب القطاع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.